يندرج هذا الملتقى ضمن سياق مسعى السلطات العمومية إلى بعث الاقتصاد، فالموثق له دور كبير فيما يتعلق تطوير الاستثمار وحمايته وترقيته، بالإضافة يلعب دور هام في وعلى الخصوص في تأمين المعاملات الاستثمارية. فالعقد التوثيقي باعتباره عقد رسمي يضمن أولا الحماية المراكز القانونية باعتباره قطعي الثبوت، لأنه لا يجوز الطعن فيه إلا بتزور، يعني من ناحية القوة قوة الإثبات، من ناحية أنه يضمن تحصيل الرسوم لفائدة الدولة، ويضمن كذلك شفافية المعاملات، لأن العقد التوثيقي ابتداء هو عقد له خصوصية الاحتفاظ بأصله لمدة زمنية طويلة، فيمكن الرجوع عليه في أي يعني حتى بعد سنوات وسنوات، من ناحية ضمان تحصيل الرسوم والحقوق والجبائية للدولة، من ناحية ضمان استقرار المعاملات. العقد التوثيقي هو ضمان لعدم اللجوء إلى القضاء، يعني هو بديل، حل بديل، باعتبار أن الموثق قاضي عقود، فعقوده نافذة ولها قوة إثبات وقوة التنفيذ. مثلا إذا أبرمنا عقد محدد المدة والمقدار، يمكن للمتعامل أن يتوجه مباشرة إلى الموثق للحصول على الصيغة التنفيذية والحصول على حقوقه في حالة النزاع. فالعقد التوثيقي هو ضمان أساسي وضروري جدا في المعاملات الاستثمارية في كل المراكز. إذا تكلمنا عن قانون الأسرة، الحماية القانونية من هو العقد الزواج الذي يربط العلاقة الزوجية. نفس الشيء بالنسبة للاستثمار، المستثمر لما يرغب يكون له نية الاستثمار في أي مجال كان، أول شيء الذي يقوم به يريد أن يؤمن أمواله وإرادته حتى لا يقع في مشاكل مستقبلا، وإذا وقع أمام مشاكل يرجع إلى الوثيقة التي منحت له التأمين القانوني، والتأمين القانوني اليوم هو العقد التوثيقي، لأن العقد التوثيقي هو الذي يحدد الحقوق والواجبات، هو الذي يؤسس الشركات، هو الذي يقدم الضمانات لرهن العقارات في حالة حصول المستثمرين على قروض من المؤسسات البنكية، هو الذي يحدد دور الشركاء، هو الذي يوزع الأرباح، هو الذي يترجم إرادة الأطراف مستقبلا كيف يريدون، كيف يتصورون في عملية الاستثمار، هو الذي يثبت صفة المالك الحقيقي للعقار الصناعي، وهي المؤسسة التي تقوم بشراء عقار صناعي وتقوم ببناء مؤسسة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. إذن كل هذه الحقوق يضمنها العقد التوثيقي بصفته وثيقة رسمية، يحررها من ليس شخص عادي، يحررها ضابط عمومي مخول من قبل السلطة العمومية من أجل إبرام العقود وإعطاء الرسمية لها، أو التي يرغب الأطراف إعطائها الرسمية، وهذه الرسمية هي التي تعطي للعقد التوثيقي قوة الشيء وحجية الشيء من أجل الاعتداء به أمام الغير أو لدى الغير، وثبوت الحقوق وتحديد الواجبات. موثقين رؤيتنا إلى قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه مؤخرا في مجلس الوزراء، وسيناقش على مستوى البرلمان بغرفته العليا والسفلى. يعني هذا القانون سيزيد من تحفيز الشباب، خاصة الشباب، أؤكد على الشباب، لأن هناك عدة طموحات لديهم في تأسيس مؤسسات صغيرة وما يعرف بستارت اب أيضا، مؤسسات ناشئة، وهنا يجب تحفيزهم بهذا القانون وبالتعديلات العميقة التي اقترحت من طرف الدولة لكي لا يقعوا في العراقيل التي كانت سابقا. وأكيد فإن هذا سيحسن من المناخ الاستثماري في الجزائر، خاصة الشباب. الدور الأساسي للموثق هو أولا هو صمام الأمان، الأمن القانوني، ومحاولة أن النزاعات
ما تكونش كاينه نزاعات في العمليه الاستثماريه. العمليه الاستثماريه الدور نتاع الموثق اولا دور اعلامي، ثانيا دور استشاري، وثالثا يمكن ان يجنب الاطراف مشاكل عديده بعد العمليه الاستثماريه. دور الموثق ينصب اساسا في تقديم الاستشارات القانونيه وكذا تحرير العقود واعداد العقود التي تساهم في تامين المعاملات الاقتصاديه وتساهم في تقديم الضمانات وتامين الحقوق والالتزامات المستثمر، مما يشجع المستثمر ويحفز المستثمر في المشاركه في هذا العمل.